بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. كلنا عارفين بعد أي هزيمة اللي بيحصل تبدأ تبادل الاتهامات، ففي خلاف أوكراني دلوقتي على مين المتسبب في الهجوم على خاركييف أو خسارة خاركييف أو الهجوم أو نجاح الهجوم الروسي على خاركييف حتى الآن. مش بس كده، أوكرانيا بتسحب قوات من الجبهة الشرقية عشان تدعم خاركييف، مش بس كده بوتين بيدعم بقوات إضافية لخاركييف. تعالوا بينا نبدأ بأوكرانيا. قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي بيقول إيه؟ القتال العنيف مستمر في منطقة خاركوف بعد أن شنت روسيا هجومها هناك من يوم أو من فجر يوم الجمعة. هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الوضع العملياتي في اتجاه خاركوف صعب، وأشارت إلى أن روسيا حققت نجاحا تكتيكيا، اللي هو خلاص أنا 15 كيلومتر وسيطر على المدينة أو أبدأ الهجوم على المدينة، وساعتها هقطع طرق الإمداد اللي بتزود كل إقليم دونباس وعلى رأسهم إقليم دونيتسك، ولو سيطرت على تشازوفيار يبقى خلاص جبهة إيه إيزوم بعد كده خلاص الموضوع انتهى، خلصت إقليم دونيتسك ودخلت خاركييف. بص التورتة هتبقى عاملة إزاي. الهجوم على خاركييف هيسهل عليك السيطرة على إقليم دونيتسك بشكل كبير جدا. وصل رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية اسمه كيريل بودانوف إلى خاركييف عشان يشوف الوضع عامل إيه، لازم ينزل يشوف بعينيه. زيلينسكي بيقول الوضع في خاركييف صعب للغاية وسوف يتم الإخلاء القسري، وبدأوا بالفعل نقلوا امبارح في حدود 4-5 آلاف من مدينة خاركييف. رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في خطاب مسائي بيقول إيه؟ سبب عبور القوات المسلحة الروسية الحدود في شمال منطقة خاركييف وتحدث عن مناطق ساخنة أخرى يدور فيها قتال عنيف. اهتمام خاص بمنطقة خاركييف، وتتواصل المعارك الدفاعية معارك شرسة على طول جزء كبير من شريطنا الحدودي. هناك قرى تحولت بالفعل من كونها منطقة رمادية إلى منطقة قتال، ويحاول الجيش الروسي الحصول على موطئ قدم في بعضها واستخدام بعضها ببساطة لمزيد من التقدم. وأشار زيلينسكي، أريد أن أشكر جنودنا الذين يتمسكون بمواقعه، اللي هي منطقة ما كانش فيها قتال تحولت لمناطق قتال، وبوتين عايز ياخدها عشان يقطع عننا الامدادات اللي هي القرى الاستراتيجية والمناطق الاستراتيجية زي ما قلت لك تشازوفيار وقطع الطريق الرئيسي، والطريق الرئيسي اللي بيزودوا بيه القوات اللي في الجبهة الشرقية بالسلاح. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بيعترف هو كمان، بيقول الوضع خطير للغاية. لندن قلقة من تقدم القوات الروسية في منطقة خاركييف. ليه؟ لان هما بيتباهوا كل شويه يقول لك احنا دعمنا اوكرانيا عشان كده قدرت تسترد خاركييف، ده قدرت تسترد خرسون او اجزاء من خرسون، ده قدرت تعمل، ده قدرت تخلي بوتين ينسحب من سومي، ده ينسحب من تشيرني هيف، ده ينسحب او خلته ينسحب من العاصمه او ضواحي العاصمه كييف. بيكذبوا، بقول لك ده بوتين، وقبل كده بايدن قال ده انسحب من ثلثين الاراضي اللي كان مسيطر عليها او خلته يتراجع و فمعنى ان بوتين يسيطر تاني على خاركوف المعادلة هتتغير، وهم ما عندهمش القدرة انهم يعيدوا الكرة ويخلوا بوتين ينسحب تاني من خاركوف، لانهم كان وقت فيه، وده اللي سبب انه فيه قبل الهجوم على خاركوف غير وزير الدفاع عشان يجيب حد عشان يعرف يلعب اللعبة اللي هي لعبة جميلة جدا زي ما شرحناها في حلقة او الحلقة الماضية. بالنسبة بقى للوضع على الجبهة، قلت لك بوتين اول ما هاجم ب50 ألف، عدة ألوية اضافية من القوات البرية الروسية تتألف من آلاف الأفراد العسكريين فضلا عن مئات الدبابات والمركبات المدرعة ووحدات المدفعية. بص مدرعات ومدفعية ودبابات وأفراد، هو ده الشغل المظبوط. إنما في الفيديوهات اللي عرضتها لك في الحلقة الماضية على طول مفيش أفراد، بس بسلاح خفيف من الجيش الأوكراني اللي بيدافعوا، ما ينفعش. عبرت بين عشية وضحاها حدود منطقتي بالجرود الروسية الخاركييف باستخدام العديد من رؤوس جسور التي كانت موجودة بالفعل، تم انشائها في خلال من 48 ل 72 ساعه الماضيه، ويدور قتال عنيف بالقرب من بلده او خلاص هما دخلوا فلوتشانسك في الشرق، وكذلك داخل قريه غلوبوكوي، حيث اضطر المدافعون الاوكران الى الانسحاب من عده بلدات مجاوره باتجاه خزان ترافيانسكوي والذي يبعد اقل من 15 كيلومتر عن مشارف خاركوف. في نهر حطينا عليه رؤوس جسور، عدينا معداتنا عدت عشان نكثف الجهود، يبقى ال50 ألف ده كان تيست، خلاص الجبهة توسعت لازم ازود بقوات. بالفعل الموضوع ماشي مظبوط حتى الان. اوكرانيا تعمل ايه؟
أوكرانيا تسحب بعض احتياطات قواتها من زاباروجيا، ميكولايف، دنيبرو، وترسلهم إلى سومي، تشيرنيهيف، خاركييف، الجبهة الشمالية كلها. بسحب من أقصى الجنوب من زاباروجيا، يعني في تقدمات ممكن تحدث للروس قريبا في زاباروجيا، ميكولايف، دنيبرو، وترسلهم إلى سومي، تشيرنيهيف، خاركييف. المشكلة للأوكران أن القوات الروسية محيطة جنوبا بكل مدنها وشرقا بكل مدنها وشمالا بكل مدنها، شبه هلال كده، شبه هلال. فانت هتسحب منين تودي على فين؟ ولو بوتين عملها بقى وراح جاي داخل من الجنوب من خرسون، والقوات اللي انسحبت من ميكولايف وراح جاي داخل ميكولايف حرب خاطفة كده، وراح جاي عامل انزال على اوديسا زي ما سيطر على شبه جزيرة القرم كده، لا المعادلة هتتغير تماما. اللي يعمل التنسيق ده مين؟ زي ما اتكلمنا في اول حلقة، اللي هو تغيير وزير الدفاع ونجيب واحد بتاع اقتصاد. الول ستريت جورنال بتقول اوكرانيا تسقط صواريخ روسية بشكل اقل مما كانت عليه منذ بداية الحرب. الخلاف على طول نشب، خلافات في القيادة العسكرية الاوكرانية. رئيس المخابرات بودانوف اللي راح توجه للجبهة وشاف بعينيه بيحمل القائد العام للقوات الاوكرانية سيرسيكي مسؤولية انهيار جبهة خاركوف. انا عايز اقول لك هنا جملة، قولا واحدا زالوجني افضل افضل من سيرسيكي مئات الالاف من المرات. زالوجني كان ليه فكر، انا هقاتل حتى اخر جندي. سيرسيكي لا، ما تعرفش، وعايز يتخندق، عايز يدافع، طب عايز يهاجم، طب قاتل حتى اخر فرد، طب انت بتعمل ايه؟ انما زالوجني لا، زالوجني كان مختلف تماما، الحق لا بد ان يقال. سيرسيكي لا، شخصية ضعيفة والجبهة مش مظبوطة من ساعة ما جه. نيكو لانج زي ما ظهر قدام حضرتك ده رئيس اركان وزارة الدفاع الالمانية السابق، بيقول ايه؟ يجب ألا نخدع أنفسنا، بوتين سيهاجم، نفس القصة نفس الحدود، بوتين سيهاجم كل من دول البلطيق وبولندا إذا سمحنا له بالنجاح في أوكرانيا. لا يمكن لأحد أن يقول أننا خدعنا أو أننا لم نكن نعرف الحقيقة أو نعرف ذلك. ويشير الخبير إلى أن بوتين وأتباعه يقولون صراحة أنهم يريدون أيضا إعادة احتلال شرق بولندا ودول البلطيق بعد أوكرانيا. لا، ده بوتين ما بيقولش كده، ده بوتين بيقول ان بولندا هي اللي ليها اطماع في الغرب الاوكراني. ويقول لانج لن يتوقف بوتين الا اذا ساعدنا اوكرانيا على ايقافه. الكلام ده زي الفل، الكلام ده زي الفل. هتوقفه ازاي؟ هتدعم بالسلاح ودعم بقوات ويبدا حرب عالميه ثالثه؟ التايمز البريطانيه بتقول القوات البريطانيه اللي بيكلمك عايزين وعايزين، هم اصلا خايفين، ده خايفين في دول البلطيق. القوات البريطانية المشاركة في تدريبات الناتو في استونيا دول البلطيق كلها كانت تشعر بالقلق من ان الطائرات الروسية او الهوائيات الارضية ستسرق تفاصيل الاتصال من هواتفهم، زي كده ما ايه ما سربوا او قدروا يتسنطوا على محادثات القيادات العسكرية في الجيش الالماني. 6000 اجتماع تسرب. تم فرض قيود صارمة على استخدام الانترنت والاتصالات، واضطر الاستونيين للقفز في البحيره للتاكد من عدم حملهم للايه للهواتف المحمول. سيبك بقى من الجنب العسكري ده خالص، ده اللي انا بقول لك عليه، بوتين شغال في كل الجبهات. روسيا تكشف احتياطيات النفط والغاز في اراضي القطب الجنوبي البريطاني، فهو يحتوي على ما يقدر من 511 مليار برميل من النفط، و10 اضعاف انتاج بحر الشمال على مدى الخمسين سنه الماضيه. في اكتشافات كتيره جدا، والفوز في هذه الحرب هو اللي هيحدد مين اللي هيسيطر هنا ومين اللي هيسيطر هنا ومين اللي هيسيطر هنا ومين اللي هيسيطر هنا. يا جماعه النظام العالمي الجديد بيتشكل بقى دلوقتي، تقدر تقول اللي هيحدده الحرب الروسيه الاوكرانيه. وبوتين مصمم انه يخلي العالم متعدد الاقطاب، عايز يرجع تاني مجد روسيا الاتحاد السوفيتي بس بشكل جديد اللي هو الاتحاد الروسي، وعايز يرجع مجده وعايز يأمن نفسه. مش هتحبسوني في المياه الدافئة عني، مش هتحبسوني عن المياه الدافئة، ولا تخلوا كل الكتلة الكبيرة أكبر دولة على مستوى العالم من حيث المساحة محبوسة ومالهاش أي منافذ، ولا على بحر الأسود ولا على بحر البلطيق ولا على هنا ولا على هنا، فبالتالي نبقى كتلة كبيرة جدا مهملة. ده مش هيحصل. ليتوانيا تجري انتخابات رئاسية تهيمن عليها المخاوف من روسيا، وما تنساش الانتخابات في أوكرانيا المفروض آخر هذا الشهر،
لو زيلينسكي ما عملهاش انا بقول لك خدها مني جمله واحده، بوتين او روسيا هتطلع تعلن ان زيلينسكي خلاص ما عادش رئيس اوكرانيا وفاقد للشرعيه. هنشوف بقى امريكا ساعتها هتعرف تلفها ازاي، ما هو مش ديمقراطي خلاص، مش رئيس الدوله، كان لازم يبقى في انتخابات، وهو ما رضاش يعمل انتخابات لانه عارف لو عمل انتخابات زيلينسكي هيمشي، فعشان كده ما عملش. طب ازاي امريكا بقى هتقول انا بدافع عن الديمقراطيه؟ ولسه متابعين معاكم الاخبار دي لحظه بلحظه بس يا سيدي. شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ببرنامجكم مع ابراهيم الشرقاوي. شكرا.